تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإخوة والأخوات والأبناء والبنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتشرف اليوم بتقديم محاضرة أستاذنا سيد الجودة، الذي هو يعني غني عن التعريف، حيث أن هذه هي محاضرة ثانية في سلسلة من المحاضرات بدأت عن نيلسون مانديلا. وقد بدأت المحاضرات دي بمحاضرة عن المرحلة تحت النضال والمحاكمات إلى أن خرج مانديلا من جنوب أفريقيا، وقد قدمت هذه المحاضرة سابقا. اليوم هذه المحاضرة حتكون عن المرحلة الثانية، وإلى مرحلة السجن والعياذ بالله، وحتكون في مرحلة ثالثة عن مرحلة القدس، وهي مرحلة الاتفاقية التي تم بها التصالح في جنوب أفريقيا. فاليوم اليوم سيقدم لنا سيد الجودة الجزء الثاني، اللي هو مرحلة من النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. نرجع للموضوع المحاضر، وفي خضم هذه الأحزان أبشركم، وهذا هو طبيعة الإنسان، بأننا في مرحلة ما في هذه المحاضرة سيكون معنا ضيفة عزيزة، هي الفنانة آمال النور، ومعها الأستاذة مريم عثمان، أستاذة الأسر في كلية الموسيقى في السودان، وهكذا يعني مرة كده ومرة كده. وقد نخرج من المحاضرة تحت الأستاذ ونحن يعني مثقلين بجراحات السلوك، ولكن إن شاء الله ربنا يفرج عنا جميعا. تفضل أستاذ جودة. مساء الخير. أولا بعتذر جدا عن التأخير، والسبب طبعا أسباب كثيرة، منها التكنولوجيا يعني، واللي دائما تخذلنا يعني، مش لأنه نحن ما بنعرف، لكن لأنه هي ما بنعرف. فهذا هو حقيقة. حنواصل في قصة مانديلا في مرحلة النضال، مرحلة السجن، ولغاية ما طلع قسمناه إلى ثلاث مراحل. في بعض الأخوان اعتقد أنهم لأول مرة يجي شايف وجوه جديدة نيرة، وأرجو من الأخوان اللي حضر أول إذا عدت أي شيء يعذروني، يعني يمكن في بعض الأشياء تحتاج إلى إعادة حتى المواضيع ترتبط مع بعضها البعض. آخر مرة بعد النضال يعني، بعد ما ناضل دخلنا السجن، لكن حنطلع من السجن ورجعوا ثاني ليتقبل على مانديلا. طبعا آخر مرة تكلمنا عن إن مانديلا زار أفريقيا، بعد ما رجع من أفريقيا مشى أدي السباب عشان يتدرب 6 شهور، بعد 8 أسابيع قطعوا التدريب عشان الحرب بدأت هناك عندهم، الحركة الكونية الإمكي اسمها إمكي، إنه لازم يرجع. فرجع وكان مبسوط جدا، رجع لغاية ما وصل جوهانسبرغ، لم يقبض عليه، كان مع واحد صاحبه من البيض، كان راكب معه سايق له يعني، كان شغال سواق له، عشان كده ما اكتشفوا إنه ده مانديلا. والأبيض ده كان عضو في الأم كي، يعني كان عضو معاهم، عشان نفهم إنه الموضوع ما كان بلاك أند وايت في جنوب أفريقيا، كان ناس ضد ناس،
فكرة ضد فكرة، خير ضد شر، وهكذا يعني. فكان معاه، ولما رجع جوهانسبيرغ أول شيء مشى ليفونيا، ليفونيا المزرعة، لأنه القادة دائما بيكونوا موجودين هناك. أداهم الأخبار، ما عجبتهم الأخبار، ما عجبهم إنه الأفارقة، لأنه مانديلا والثامبو أوليفر ثامبو لما زاروا الرؤساء الأفارقة كان عندهم رأي، الرؤساء الأفارقة، في إنه ليه تحالف بين الملونين والبيض والسود، احنا عايزين افريقيا الافارقه. فنقلوا الكلام ده للجنه التنفيذيه، رفضته بتاتا، من بينهم الرئيس كان اسمه باتولي اعتقد، فقال ده يعتبر تدخل في الشؤون الداخليه ورفضوا الكلام. ولكن في الاخر يعني كان عندهم سياسه انه يعيدوا الهيكله بحيث انه الان سي يسيطر على الوضع. أصحابه عملوا حفلة بعد ما رجعوا بعد ذلك، وكان مع صاحبه في راكبين عربية، حس بأنه في عربية طارقة أو عربيتين كانوا حقيقة. فمانديلا لاحظ بالمراية، مراية جنب، أنه في واحد في عربيتين كانوا طارقين كده، أسرعوا معاهم، وقفوهم وقف، جاء قال لي اسمك منه؟ قال اسمي دافيد. قال انت مانديلا، وهذا اسمك مين؟ اسمي كذا يعني. مين عرفوهم في الاخر؟ لغوتهم دخلهم السجن. كان زعلان جدا مانديلا في اللحظه دي، كان يعني ده كان زعلان انه كان عامل حسابه لكل شيء، بس دي ما عمل لها حساب، ما عرف كيف كان حيعمل حسابها يعني. كانوا متابعينه، لكنه في ست at least I did not have to worry about where I would sleep that night، لانه ما كان عنده مكان بينهم فيه، وكان العمل السري ما كان عنده مكان مخصص للنوم، لكنه بيحمد الله انه اليوم ذاك لقى مكان ينوم فيه في السجن. اول ما دخلوا السجن دخل في زنزانة، سمع واحد بيطعم. طبعا والتر سوسولو من الناس الجندوبه، فسمع الكحه عارف انه ده والتر سوسولو، تكلم معاه من خلال مش عارف تكلم معاه كيف، المهم كل واحد في زنزانه، فقال اتكلم معه، عرف انه هو دارس وتسسره، وحكى له انه كيف قبضوه كده يعني. بعدين حكى له الرحله بتاعت الدنيا لانه ما شافه. اليوم الثاني قدموه للمحاكمه، كان في تهمتين، التهمه الاولى تحريض العمال على الاضراب في مايو 61، التهمه الثانيه مغادره البلاد بدون جواز سفر، يعني ما كان عنده جواز سفر، وحرض وهو يعتبر انه التهمتين دي منتهى الحلاوه، لانه دي فيها ثلاث محامي طبعا. دي فيها 3 سنين في سجن، ودي فيها 2 سنين، 5 سنوات اتس اوكي. لانه كان عنده مشكله في انه كان قائد في الام كي، فدي اذا اكتشفوها كان حتكون مشكله. حولوه الى بريتوريا كامله 1962. المحكمه حولوه من جوهانسبرغ الى بريتوريا. لما دخل المحكمه طلب انه يدافع عن نفسه. يعني البدايه قال ما عايز محامين. سمحوا له يدافع عن نفسه، قال انا ما بعترف بالمحكمه ولا بالقاضي. ليه؟ لانه ما بيحترم قانون شرع وبرلمان، هو له مشارك اختيار البرلمان طبعا، حكومه كله من البيض. فهو قال انا ما بعترف بالقاضي، عشان كذا ما يعني ما بحترم قانون اللي تحكم به المحكمه. وانه هو يشك في انه القاضي والممثل الادعاء وكل موظفي المحكمه من البيض وكيف يحكم عليه. كان موقف يعني، كان عايز يسجل موقف، عشان كذا اختار انه يدافع عن نفسه. المحامي ما حيقول كلام زي ده، لانه المحامي اخوان المحامين يعرفوا اذا ما اعترف بالمحكمه وليه جاي المحكمه اصلا، عشان كذا هو طلب انه يمثل نفسه عشان ما يعترف بالمحكمه. جابوا 100 شاهد، الحكومه جابت 100 شاهد عشان يشهدوا على مانديلا ومجموعته انه ارتكبوا الخطئين، مانديلا بالذات لانه غادر بدون تسعير. مانديلا ما سمع اي شهود لانه كان مطمئن جدا انه الجريمتين ديل اصلا ركبات زي ما بنقول في السودان يعني. وبعدين مبسوط جدا الجريمتين ديل اوكي 5 years وبيطلع يعني. على اساس انه الجريمه الثانيه ما يكتشفوها. ودين بالجريمتين وسمح له انه يخاطب المحكمه. يعني طلب انه بكره عايز يتكلم مع المحكمه. يتكلم مع المحكمه ليه؟ هو طلب يتكلم مع المحكمه ليه؟ لانه كان ممنوع من الكلام.
يعني كان ممنوع يتكلم قدام اي جمهور عشان يعرف وجهه نظره. فلما طلب يتكلم امام المحكمه عشان يلقى فرصه يعرف وجهه نظره وجهه نظره الاي ان سي، ممثل الادعاء كان يعرف من ايام ما كان محامي، وطلب بانه يحاكم مانديلا، يعني جاب كل الادله وكل الاشياء، لكن في الباب قال اتمنى ان تصير الامور لمصلحتي. قال انا لاول مره احس بانه انا ابيض بالمناسبه، كان يعني اول مره احس ان الصباح لما انا طالع من البيت احس بانه انا ما عايز امشي المحكمه وما عايز يعني اطلب من القاضي انه يحاكمه، لكن اتمنى ان تصير الامور لمصلحتي. مانديلا خاطب المحكمه لمده ساعه كامله، طبعا ناس يعني المهم هو تكلم يعني هو حتى وجهه نظره كذا، والثلاث سنوات سي للتحقيق على الاضراب وسنتين لمغادره الدوري وبدون جواز سي. نقلوه روبن ايلاند وهنا دخلنا السي، حندخل السي، حكموا عليه بالخمس سنوات، الخمس سنوات من البدايه نمشي روبن ايلاند. فال مش القاضي ممثل الادعاء او واحد من الممثلين، فقال له حتودونا وين؟ قال له ذا اولي ون روبن ايلاند، لانها كانت قاسيه جدا. اخذوهم في السياره وسياره شرطه وكذا، وبعدين ودوهم لغايه كان طبعا من بريتوريا، لو تعرف الخط بتاع جنوب افريقيا مشوا بالعربيه مسافه طويله جدا كذا ساعه، بعدين في البحر بالفيرن الى ان وصل الجزيره وكذا. مانديلا بيوصف روبن ايلاند في الظروف دي يعني قال اتس جرين اند بيوتيفول It looked more like a holiday resort than a prison. يعني انتهى الامل، عنده امل يعني ما في مشكله. حراس السجن قابلوه بسخريه شديده جدا وقال له This is an island. Here you will die. هذا السجن. الحراس طبعا بيحاولوا يستفزوهم دائما عشان ما لانه من الزنزانه نفسها كمان في عقوبه ثانيه، واحد في الزنزانه في عقوبه ثانيه. يمنعوا من الاكل ويحبسوه برا ويمنعوا من الكلام كده، فكانوا يستفزوهم في العمل يعني عشان يمشوا من مكان لمكان ولهم اجر جلد، فاتفقوا انه ما يمشوا برا. زعل جدا الحراس، هو بيعلق على الكلام ده قال if we gave it now we would always be at their mercy، يعني اذا كان من الان استسلمنا وجرينا او سمعنا كلامه معناها ثاني استبدال المحامي كده، يعني هو نوع من انواع النضال. بعد تسعة شهور استدعوه اخذوه على السجن على المحكمه على السجن الاخر عشان يقدموه للمحكمه هناك، تفاجئ بانه قبضوا على القاده بتاع ريفونيا. ريفونيا طبعا للناس اللي ما كانوا حاضرين المره اللي فاتت، ريفونيا مزرعه، اشتروا مزرعه عشان تكون مكان لتجمع القاده، يعني مزرعه بيزرعوا فيها وكل شيء، لكن حتى القاده لما يجوا يكونوا لابسين ملابس مزارعين ويزرعوا ويحصدوا كده عشان يمووا الموضوع. وهو في الكوريدور شاف واحد من ال طبعا ما كان عارف ليه استدعوه في المحكمه في السجن. شاف لمح واحد من القاده في الكوريدور يعرف ان الموضوع باص خلاص، الريفونيا اكتشفت وقبضوه. وعرف انه بعد ذاك انه قبضوهم عندهم وثيقه كانوا بيراجعوا فيها. الوثيقه دي حرب الموريلا في جنوب. المحامين قالوا لهم اعدام. محامينهم هم قالوا لهم القضيه دي اصلا انا سمعت الحكومه بتكلم انه اعدام، فانتم اعدام اعدام. قالوا اعدام اعدام ما في مشكله. المحكمه كانت في بريتوريا 1963، احفظ التواريخ كويس عشان مهمه جدا. التهمه المره دي غيروها بالتخريب والمؤامره. هيئه الدفاع دي كانت ثغره بسيطه جدا انه مانديلا كان في السجن، فكيف يكون يعني متهم بتهم التخريب والمؤامرة؟ القاضي شطب القضية، يعني دي كانت ثغرة بسيطة جدا استفادوا منها وراهم القاضي. قبل ما يطلع اعتقلوه ثاني بتهمة جديدة. التهمة الجديدة التخطيط لثورة عنيفة والاستعانة بدولة أجنبية لغزو جنوب أفريقيا وتكوين حكومة شيوعية. تأليف يعني ألف وتأليف انه
مخططين لثورة عنيفة. طبعا عندي عندهم دليل لأنه لقوا الحرب الغوريلا، لقوا وثيقة. الثاني أنهم بيخططوا لاستعانة بدولة أجنبية، مع أنهم هم كانوا يرفضوا رفضا تاما استعانة بأي دولة أجنبية، وكانوا يعتبروا الدول الأفريقية ما دولة أجنبية باي ذا واي. يعني يتعاون مع زامبيا، يتعاون لوساكا كان القيادة فيها، يتعاون مع موزمبيق، يتعاون مع دول في أفريقيا، وكانوا يعتبروا أنه أفريقيا is one nation. مانديلا كان المتهم الأول، سألوه وقال له قلتي ولا ما قلتي؟ قال أنا ما قلت طبعا. وقال the government is responsible for what has happened in this country, the government should be on trial. لو ترجم الكلام ده يعني قال المحكمة المفروض تكون في مكاني مش أنا أكون في مكاني، لأن هي المسؤولة عن الذي الحكومة صار، الحكومة هي المفروض تكون في المكان اللي أنا فيه. جابوا 173 شاهد في المقضى للقضية الثانية، وجابوا آلاف المستندات وصور. الصور كيف؟ اتصال الصور كيف؟ هم كانوا في مزرعة وبيتمعوا، كانوا في غواصات، من بينهم كانوا في ناس شغالين مع الحكومة انضموا للام كي، وكانوا يصوروا وينقلوا الاخبار وكل شيء، يعني كانوا مخترقين. في واحد اسمه مستر اكس كان عضو في الام كي، وكان نشيط جدا وكل يوم في لوغوني وايد باي ذا واي، وزار لوغوني عده مرات واشتغل معاهم وكذا. فرفضوه المحامين، رفضوه لانه دوروا في ملفاته القديمه لقي انه سرق. هذا الرجل مستر اكس سرق ودخل السجن وارتكب جرائم كثيره جدا ودين، وقال المحكمه انه هذا الرجل لا ليس ثقه لانه ودين في قضايا كذا كذا. المحكمه قالت نو نحن نثق فيه وكذا. اوكي، الدليل في الحكومه اللي اعتمدت عليه لمحاكمتهم في الام كي انه كان في خطه لاعداد حرب غوريلا وانتفاضه مسلحه ضد الحكومه فيما اذا لم ينجح التظاهر. هم كاتبين كده يعني عندهم خطط، يطلعوا مظاهرات. طبعا عملوا مظاهرات زي ما ذكرنا في الجزء الاول ما نجحت، فرجعوا الى حرب الغوريلا العنف. فسدت الحكومه في اثبات التهم مع الكثير من المقبوض عليهم بعد تقول لانه القضاء كان نزيه مهما كان، يعني كان بدلائل ومحامين وكلام مرضاته كان محايد. حكموا عليه المقبوضين حكموا على ستة بس، بينهم طبعا كان مانديلا. دفعات مانديلا في المحكمة قال إنه كان مسجون ومحكوم عليه بخمس سنوات، وبذكر الناس يعني لأني طلعت بدون إذن ولا أني يعني زي بفتخر فيها يعني كذا، وأنا محكوم بخمس سنوات كنت في السجن فكيف اشتركت في المسجد. أنا لما معليش يعني بريك اكتشفت في الحلقة الأولى لما اتفرجت على الفيديو إنه بحرك يديني كثير، I'm sorry يعني which I don't like يعني في الناس، فحاولت المرة دي ما أحرك يديني بحرك. اعترف بأنه واحد من الناس اللي أسس الام كي، ولكن السواولة سواولة لأهله عشان يساهم في المقاومة والنضال لأجل الحرية، يعني ما سوى حاجة غلط. أنا صحيح اشتركت لكن سويته ده عشان كذا كذا كذا، موقف يعني نضال، أعتبره ده نضال، لأنك أنت بعد ما قبضت في المحكمة والشرطة وكذا يعني ما خلاص أنت ما مناضل، تحمل المسؤولية. طالما طلعت النضال تحمل، فهو تحمل المسؤولية وقال أنا أتحمل المسؤولية، لكن أنا اشتركت في الام كي لأنه كنت بعمل لأجل أهلي ولأساهم في المقاومة والنضال لأجل حرية شعبي. وضح للمحكمة ليه الانس اللي جاءت للعنف، لأنهم كانوا بظاهر طبعا، ودي ما كان في فرصة إني أوضحها إلا في المحكمة. وبعدين وضح إنه يعني هم ما بيحبوا العنف، لكنهم المقاومة السلمية كانت 50 سنة، يعني المقاومة السلمية بدأت قبل ما أنتهي، فقال 50 سنة ما جابت شيء، عشان كده لجأنا للعنف. كمان قال بالرغم من التخطيط للعنف لكنهم ما قتلوا الابرياء، يعني ما قتلوا ناس مدنيين الطائرات
بالشركات وبالسلاح وصممون وكذا. لذلك بدينا المقاومة بالمقاومة والإضراب والتظاهر بدل من الحرب الأولى. ولكن إذا فرضت علينا الحرب أرجو أن أستطيع أن أقاتل بجانب أهلي. الكلام ده كله أمام محكمة ويقول ما كان عنده أي فرصة يقول الكلام لله أمام مناصرين. طبعا مناصرين لو قال الكلام يعني ما معروف. وضح للمحكمة إنه الـ ANC ليست منظمة شيوعية. الـ ANC by the way الـ ANC كانت متهمة إنها شيوعية من المحكمة. هم ما كانوا منظمة شيوعية يعني ما كان عندهم اتصال بالاتحاد السوفيتي. لكن حالفين مع الحزب الشيوعي في جنوب أفريقيا لأنه الهدف واحد. لكن لأنه كان في أكت في جنوب أفريقيا يجرم الحزب الشيوعي وكل من ينتمي للحزب الشيوعي عشان كده دخلوهم في الأكت عشان يكونوا هم مجرمين يعني ويدخلوهم السجن. ودافع عن الحزب الشيوعي جدا وقال احنا عندنا تحالف لأنه هدفنا مشترك. وهدفهم كان إسقاط النظام والانتهاء من التمييز العنصري في جنوب أفريقيا. التمييز العنصري الفصل العنصري العنصرية ثلاث مصطلحات: العنصرية الراسيزم، التمييز العنصري discrimination، الفصل العنصري apartheid. نحن عندنا في السودان شنو؟ think about that. طيب انتهى من كلمة في حفل على القاضي عشان يوجه الكلام للقاضي. قالوا في حياتي أنا وهبت نفسي المقاومة في سبيل أفاكر. ما قال جنوب أفريقيا، قال أفاكر. بعدين قالوا أنا قاتلت ضد سيطرة البيض وكمان قاتلت ضد سيطرة السود الأفاكر. وفي سبيل تحقيق ذلك تبنيت المبادئ الديمقراطية والمجتمع الحر الذي يعيش فيه جميع الناس أحرار. ما كان عنده مانع إنه كل الناس في أفريقيا يعيش. يعني كان دي اختلاف كان بينه وبين الآخرين في الـ ANC. مانديلا كان ينظر إنه في أفريقيا للجميع أبيض أسود ملون كل الآخرين كان عندهم رأي. وهذه هي المبادئ التي أتمنى أن أعيش من أجلها، ولكن إذا دعا الحال فهي ذات المبادئ التي سأموت لأجلها. This is in English. نفس الشيء. طيب نطق تحمل المسؤولية. هم قال إحنا نتحمل المسؤولية إنه عملنا كل شيء بعد ما ألقى الخطة. في 11 يونيو 63 نطق القاضي الحر. المحامين عايزين يستأنفوا هم قالوا لا ما عايزين يستأنفوا. الحكم طبعا كان سيهم فقالوا حتى لو كان إعدام إحنا ما حنستأنف لأنه الرسالة اللي عايزين نوصل للناس إنها مهما تكون النتيجة في المسيرة الحرية نضحي بأنفسنا. أنا ما فهمت العبارة دي صراحة يعني كيف في سبيل الحرية نضحي بنفسنا يعني في سبيل النضال تضحي بنفسك لكن هو يساعد في سبيل الحرية يعني عشان تنال حريتك تضحي بنفسك. إذا كان في مداخلة يعني الشعب يعمل الشعب حرية الآخرين حرية الآخرين في سبيل حرية الآخرين هو تضحي بنفسك. أيوة سعادتك في سبيل حرية الآخرين بغية الشعب. أيوة تضحي هو لكن الباقيين يعيشوا في حرية الشهداء. طيب في المحكمة بعد ما حكم الحكم طبعا كان في سبورترز مناصرين له. واحد من السبورترز محامي يعني ما كان محامي شغال مع هيئة الدفاع لكنه كان محامي يعني من المناصرين. رفع يده قال الحاكم يجب للقاضي قال يجب ان يتذكر القاضي انه حتى البيض الافريكانرز كانوا يسموه نالوا حريتهم باستخدام العنف. One sentence وجلس. في واحد كاتب كمان من افريقيا قال المتهمين ديل عندهم خيار واحد إما أن يحنوا رؤوسهم ويستسلموا أو أن يقاتلوا من أي حرية. وجه كلامه للقاضي وسكت على كده. القاضي انتقض بالحكم. هو حقيقة مع أنه كان نزيه القاضي زي ما أنا قلت له شوية لكنه طبعا يمثل النظام في النهاية. قال أنه ما بصدق أنه بناظم من أجل الناس يعني قال دائما الجماعة بيعملوا الثورات ديل عندهم طموحات شخصية وكلام ديل قال كثير جدا طبعا إنه وهو حقيقة بعض المرات يعني بيكون في طموحات شخصية. الحكم كان سجن مدى الحياة سجن مؤبد. وين؟ And this is Robben Island.
ظهرت هنا. This is Robin Island. مكان جوه البحر كده وبعد لكنه زين طرح. طيب قيسين استقبلوا قال لهم Mandela you are lucky man. We are taking you to a place where you will have your freedom. استفزاب يعني ما في حاجة يقوله غير كده. وهذا المكان اللي فيه his freedom Robin Island. كانوا 7 من قادة الـ ANC. You can read the names. لكن الملاحظة اللي لاحظتها أنا ما كان معهم ولا واحدة منهم. يعني النضال في جنوب أفريقيا النسوان ما كانت داخلة. نعم يعني أنا أقصد في القيادة. لأنهم بيقودوا القيادة هم النساء كانوا بيطلعوا في المظاهرات وكذا وكذا. أو في تحليلين. هذا ده واحد. أو التحليل الآخر إنه كانوا بيكونوا في القيادة بيكونوا في المظاهرات أي شيء لكنهم يحترموهم البيض ما كانوا بيجلدوهم بيدخلوهم السجن كذا يعني حليل يعني واحد من الاحتمالات. المثال بتاع ويني بعد ما مانديلا خش السجن طبعا شي توك أوفر يعني كليدر برضو نظمت مع الشباب الجماعة دي يا بالضبط لكنه كان قصدوها أعتقد زوجة مانديلا. Yes, it's a good example. إنها هي شارحة طبعا لكن أنا يعني أقول ما كان بيدخلون ما كان بيضربوهم كذا يعني ممكن يكونوا الرجال كانوا يطلعوا مظاهرات براهم يعني لازم يكون معاهم نسوان القيادة ما كان لازم يكون فيه نسوان. ما في أمور جديدة يعني أو تلقوا قيادة سرية مواد سرية نعم مواد سرية ما عندهم كذا مثلا. طيب تعال ندخل السجن الغرفة غرفته 46664 زي ما قلنا المرة الفاتت السجل رقم 466 في سنة 64 وعامل جمعية خيرية نكرر الكلام عامل جمعية جمعيات خيرية تحت هذا المسمى 46664 وفيري سكسسفول في جنوب افريقيا وفي افريقيا كلها سلام. طيب نوصف السجن. السجن كان عبارة عن مربع جهة ثلاث اتجاهات فيها زنزانات والجهة الرابعة كان السجان وكلاب البوليس. زنزانة مانديلا كانت في آخر الممر بوصفها بقول it was tiny. هو وصفها بعد ما طلع السجن I could walk from one side to the other in three steps. When I lay down my head touched the one side and my feet touched the other side. دي كان الغرفة اللي كان سجن فيها. This is it. هذه غرفة مانديلا اللي كان مسجون فيها في السجن. دي يمكن ظبطها بعد ما بقى رئيس يصوروها كده لكنها it seems يعني كده كان. وهذا طول ما. وهذا طول ما طيب البرنامج اليومي مكان باسم الصباح بينظف الزنزانات بيجوا يفتشوا الزنزانات بعدين في حبس انفرادي اذا شنو؟ اذا الزرارة القميص ما كانت مزررة اذا ما رفعت الطاقية لما السجانين مروا اذا الزنزانة ما مرتبة كويس انا عارف رتيبة كيف يعني من الزنزانة وبعدين اثناء الحرمان اثناء الانفراد الحبس الانفرادي يحرم من الوجبات والعمل كان متواصل دون انقطاع هم في السجن حتى الساعة 4 الغداء في السجن طبعا مع كثير كانوا في الهنود وفي الملوين الافارقة كان نوع اكلهم بيختلف من الاخرين يعني شو دقيقين جدا كانوا الجماعة هذا في الابارتايد يعني ابارتايد ريل كل الناس برا فصل عنصر حتى في الاكل ده ياكل نوع ده ياكل نوع ده ياكل نوع كانوا بياكلوا رز مسلوق في العشاء وبدهم انا عارفه بعد قطعه خبز يا هو كيف بس السماء كيف ما بعرف يعني وقليل جدا من الزبده دي بس العشاء وكان بيفتكروا الافارقه ما بياكلوا الخبز لان الخبز اللي ياكلوا الاوروبيين موت الحمامات كانت من البحر مباشرة العشاء الساعة 4:30 العشاء 4:30 أو العصر اسمه العشاء النوم الساعة 8 يطفل أنواع طبعا شغلهم كان بيكسر الحجارة كسر الحجارة يجمعها في مكان معين كانوا بيجلسوا 4 صفوف ممنوع يتكلموا ساعة الغداء بعدين يمشي عمل تمارين رياضية والشغل
سولف الدقيقة صعب عليهم قرروا إنه يتبرروا. أقول لو يا أول التمرد يمشوا بالراحة جدا يعني للتمرد تاعهم. ده شغلهم. هم كسروا بالحجاب. واحد من الناس الجالسين الجلسة دي وشغالين في الحجارة دي في يوم من الأيام بقى رئيس دولة بليبي ترانات. هنا بتكلم عن الكرامة. قال من البداية جدا أنا كنت يعني عارف إنه يعني حطلع يعني حطلع من السجن يعني كان عنده أمل كان عنده اعتقاد إنه كده. لكن قال يعني my dignity will never be lost. يعني كان يحافظ على كرامته جدا وكان متأكد إنه في يوم من الأيام حيطلع يعني من السجن. بعدين اللامكواري مكان في جير يطلعوا الجير كفر الجير من شغل صعب جدا حسب ما بحكي ما بدي احكي لانه ما دزنت هذا الضالي للموضوع نعم يعني. لكن كان شغل صعب. في يوم من الايام حسوا بانه المعامله تغيرت يعني السجانين كانوا يعني ودودين معاهم. جاهم القائد يعتذر لهم وسمح لهم يتكلموا مع بعض وكذا وبعدين قالوا خلاص ممكن انا عامل بالرد. قالوا لهم ممكن تطلبوا اذن للدراسة يعني ما قالوا مدرسة تطلبوا إذن للدراسة وبعدين سمحوا لهم بالدراسة. كان يقرأ قراءة جيدة جدا لكن منعوهم من دراسة السياسة والتاريخ العسكري بالذات. طيب القراءة سرا كانوا منقطعين تماما عن العالم الخارجي لكن في اللانكويري كان الحراس بيلفوا أكلهم في جرايد سندويتشات يعني لما يخلص السندويتشات الجريدة بيجوا هم بشير الجريدة دي بيدسوها في مكان ما لغاية ما يرجعوا هناك طبعا جريدة واحدة وهو يلخص المواضيع دي عشان يوزعها على بعضهم البعض لأنه عدد كان كبير. في يوم من الأيام واحد من الحراس نسى جريدته في الكوريدور ما عنده إلا شال قال بقراها بعدين بالليل. قال لما مشى الغرفة ما قدر يصبر ينتظر الليل الليل طويل يعني يعني عايز يقرا عايز يشوف الحاصل شنو. فهو جوا الزنزانه فتح الجريده بدا يقرا في الجريده الحارس جاله يقرا في الجريده حبس انفرادي. قال لهم مانديلا وي ار تشارتينج يو فور بوسيشن اوف كونتراباند اند يو ويل باي فور ذيس. يعني مشكله كبيره جدا انه ممنوع يقرا واللي لقاه يقرا. طيب فكروا انه يتصلوا بالمساجين في السجن العام كونوا لجنه. اللجنة عشان تتصل بالمساجين في السجن العام. ليه اتصل بالسجن العام؟ لأنه في السجن العام في مساجين بيطلعوا وفي مساجين بيرجعوا. المساجين اللي بيطلعوا يودوا الأخبار وفي ناس بيدخلوا السجن جديدين اللي بيجيبوا الأخبار من بلد. فكان ضروري جدا يكون في علاقة بين لأنه هم كانوا في زنزانات مفصولين. فاللجنة قررت إنه يعني في طريقة لتناول الأخبار يستخدموا علبة كبريت فاضية ويدخلوا فيها ورقة صغيرة فيها المعلومات ويرموها في مكان معين ويجي واحد من المساجين السجن العام يلقى الكبريت متفقين على يشيل الكبريت يطلع الورقة ويقرأ الأخبار ويرد عليهم وكذا. بعدين في الصناديق الأكل كمان الآن الأكل كانت عامل في السجن العام فيكتبوا مذكرة فيها الأخبار وكلها يدخلها مع الأكل هم هنا يلقوا المذكرة على الأخبار. أحواض الحمامات في الحبس الإنفرادي ودي حكينا المره اللي فاتت. في الحب في الزنزانات في قسم للحبس الانفرادي. من السجن العام اللي بيعمل خطا كبير بيجيبوا الحبس الانفرادي. فطبعا اي واحد بيعمل حساب ما يعمل خطا كبير حتى يودوا الحبس الانفرادي. لكن اللجنه نسقت مع الناس اللي في السجن العام مساجين انه واحد يرتكب خطا كبير عشان يجيبوا الحبس الانفرادي عشان يجيب يكتب الاخبار. الأخبار عنده لأنه يكتبها كان بيكتبها في ورقة التواليت. واحد يجي يقرأ الموضوع في الورقة وينقل للآخرين كده. الكولاركس استخدم الكولاركس كان يكتب بالحليب والورقة تكون بيضة الحراس ما بيكون شايفين مكتوب شنو. واكتشفوا إنه الحليب تكون فيه كولاركس ممكن تقرأ الكلام مكتوب ابتكار كله. سنة 66 1966 المساجين في السجن العام أضربوا عن الطعام لكن الأخبار وصلت مبتورة لمانديلا وجماعته.
يعني ما كانوا عارفين السبب. المهم أضرب مضيع عن الطعام. السبب شنو ما عارفين. أضربوا معاهم. ثاني يوم الجماعة في السنة العام رفعوا الإضراب. ديل استمروا في الإضراب. لأنه ما قادرين يصل الأخبار ما وصلت يعني. فرفعوا الإضراب ثاني يوم بعد ما عرفوا الخبر. المساجين رفعوا السجن. رفعوا الإضراب. المعاملة داخل السجن تغيرت إلى أفضل. جاءت علاقات طيبة بين المساجين والرأس. واحد من المساجين السياسيين اغتيلة. العلاقات توترت بينه وبين الرأس. جابوا حارس جديد اسمه سود كيس. كان قاسي جدا. وسموه سود كيس لأنه كانوا يعني لما الحراس يكون عنده ساندويتش لافوه في جريدة ما بيشيله بيشيله واحد من المساجين. طبعاً استفزازها. إنه ده أكل في يدك ومش قادر تأكله وكذا. فهم كانوا يرفض يشيلوا الكيس اللي فيه ساندويتش. عشان كده سمينه سود كيس كان قاسي جدا. في يوم من الأيام على غير العادة زاروا من القائد اعتذر لهم إنه غلطان وكذا فقرروا إنه ما يتكلموا مع بعض وإنهم يشتغلوا بسرعة وكذا يعني. والسود كيس كان ينفذ تعليمات القائد. بعدين سمح لهم بالكلام إذا أصلا بتنفي هدوء وكذا. السبب في العلاقة المعاملة الحسنة لأنه في عضو من البرلمان اسمه هيلين سوزمان. هيلين سوزمان اسمها مشهور جدا هي من البيض كان عضو في البرلمان. كانت يعني تراعي حقوق الناس حقوق الإنسان سرعة مشهورة يعني في مفير. سألت المساجين إذا عندكم أي شكاية أي واحد تسأله. طبعا في الأول ذكرنا إنه مانديلا الغرفة بتاعته في كوريدور في آخر شيء. فكان هي في السجن ما طلعوا برا الاجتماع كانت تسأل واحد واحد. فأي واحد تسأله بيقول ممثلنا مانديلا هتسمع الكلام عن مانديلا. I have many complaints, but our spokesman is Mr. Mandela at the end of the corridor. يعني ما في واحد أدى أي شغل. لما مشى مانديلا، مانديلا طالب تحسين الأكل، ملابس، يدوم ملابس، ويدوم عينات للدراسة، كتب الدراسات وأقلام كده. بعدين اشتكى من سوت كيس، نقل سوت كيس. السنوات الأولى في روبن آيلاند، طبعاً بعد ما انكشف روبينيا المزرعة والقادة حبسوهم كده، القادة كلهم في السجن. في يوليو مات الرئيس أوليفر تامبو بدأ رئيس منظمة لكنه كان في لندن كان في لوساكا بالأول بعد مشى لندن. والحكومة صارت أكثر وحشية مسنودة بالشرطة والجيش والأمريكان والإنجليز ما كانوا مهتمين بالموضوع الذي يجري فيه الوخيرة. ورياح التغيير هبت في أفريقيا. قامت ثورة التحرير في ناميبيا زيمبابوي زامبيا. الأنسي تحالفوا مع الجيش ونكومو والأمكي رحلوا إلى روديسيا. خلاص المسألة جدت جد. كانوا في روديسيا للتدريب. كانوا في زامبيا وتنزانيا. روديسيا لأنه next to South Africa داخلين يعني. زارته أمه في السجن. معها كان ولده وبنته. عنده ولدين مناسبة من زوجي اثنين. زوجي تقول اسمها إيفلين وزوجي الثاني طبعا يوني. إيفلين طلقها في الأول خالص. سبب الطلاق إنها اختلفت معه لأنه في العمل السري كان بيجي بالليل جدا. فكان متهمه إنه عنده علاقات تانية. يعني أنا علقت على الكلام ده بيني وبين نفسي قلت الناس مش ما تحسني. يعني هو كان يتخفى بالليل وكذا فزهقت منه فطلقت. جاء يوم كان في السجن لما رجع لقاها طلعت. عنده منها ولدين. أمه كانت عيانة كان قلق عليها جدا. بعد أسابيع ماتت. طلب إذن عشان يمشي يحضر جنازتها لأنهم في تقاليدهم لازم الولد الكبير يحضر الجنازة. فالمسألة دي قال ألمتي جدا. يعني زادت حزنه إنه ما حضر جنازة أمه. وين مانديلا؟ يا دكتور؟ الآن جينا من مانديلا. وين مانديلا؟ مناظر من مناظرات الموسيقية. زوجة مانديلا هو كان محامي وأقنعنا تدخل معهم في الحركة ودخلت في الحركة وبعدها بدأت أقوى من مانديلا. قبضوا عليها بتهمة الإرهاب لأنها كانت نشيطة جدا. مانديلا كان في السجن حبسوها في بريتوريا استجوابها عشية قدموها لمحاكمة معي 22
طبعا الحزب الشيوعي يعني بس سموهم الحزب الشيوعي الاطلسي، واتهمت بإعادة بناء الانسي. مانديلا بيقول بالرغم من المعاناة اللي كانت في السجن، بالرغم من ال not free يعني، إلا إنه أكثر شيء كان يعلم إنه مانديلا ويني كانت في السجن ويعذبوها ويضربوها وكذا، وكان متألم جدا من الموضوع ده لأنه ما كان بينام بالليل. علق على الكلام ده قال أنا كنت دائما أنصح الناس إنه don't worry about الحياة out of control، يعني أي شيء out of control don't worry about it. لكن قال المرة دي أنا ما قدرت، ولكن الآن لما استطع أن ألتزم وكنت أنصح به الناس. بعد شهور أسقطت تهمة من ويني وأخرجوها بدون توضيح الأسباب. بعد أسبوعين اعتقلوها تحفظي في البيت ومنعها من زيارة مانديلا في السجن. كان عنده ولدين، ولد الكبير ده مات بالحادث حرب. الإعلام في جنوب أفريقيا كان يكتب إنه ولد مانديلا مات بالإيدز، يعني دائما القائد بيشوه صورته بالأشياء ما لها علاقة بالنضال. فالولد مات في حادث حركة حسب ما ذكره في كتابه، ولكن أنا قرأت في مكان ما إنه مات بالإيدز which is not correct information. روبن آيلاند beginning to hope. لاحظ الكلام سنة كم؟ بعد 78 لو رجعنا أول شوية 69 كان عنده ولدين ولدين بيجي ما كده. طرأ تحسن بيتهم من فور بتاع السجن، واسمعوا لهم يغسلوا ملابسهم وقطعة خبز والكلام مع بعض. في بوينت مهمة جدا عن مانديلا في الفترة الأولى لما جاء من منطقتهم جاء جوهانسبرغ واشتغل في مكتب محاماة، هي مش مهمة حقيقة لكن انترستنج، واشتغل في مكتب محاماة صاحب مدير المكتب كان وايت، وكان ينصحه دائما ان يعني انت ما عليك بالسياسه والسياسه دخلك السجن وتخرب مستقبلك وكذا، وعانى معاناه شديده جدا، وقلنا سكن في المدينه خارج جوهانسبرغ وعانى فيها وكذا، وكان ياخذ الوجبه يوم الاحد وجبه واحده ساخنه، اللاندور كان بيدو وجبه واحده، فكان حريص جدا ان يوم الاحد يكون موجود. الشيء الانترستنج انه فور 5 years كان لابس بدله احمر، يعني مانديلا فور 5 years كان بدلة واحدة داله والمدير الأبيض. نعم في السجن أدوم يونيفورم وبعدين قلنا غسل مدوم، بعدين جو يدوم قطعة كاملة قطعة ربعة قطعة خبز يدوم قطعة كاملة، وصبح لهم يتكلم مع بعض، صبح لهم يصلوا، يجيهم واحد كاهن أو قسيس. انترستنجلي الكاهن كان بيلقوا خطبته وهم داخل الزنزانات، بس يقعد في الكوريدور ويتكلم، هم داخل الكوريدور. المهم بعد فترة سمحوا لهم يطلعوا مع القسيس يصلوا مع بعض. واحد من عنده شنطة طبعا جاي بشنطة وجاي من بريتوريا من مدينة من كيب تاون الكاهن. واحد من زملاء مانديلا قال لهم أنا بتطوع الليلة أنا بصلي اليوم، وأقنعوا الكاهن لأنه كان جديد الكاهن إنه فلان ده اللي بيتطوع يصلي بين لأنه هو رجل يعني متدين وكذا، فصلى بهم. من شروط صلاة الراجل المتطوع ده إن الكل يغمض عيونه، فكلهم غمضوا عيونهم بما فيهم الكاهن، خلى الصلاة مشي سرق الجريدة من شنطة الكاهن. ده كل الخطة كانت كده يعني كانوا يجتهدوا جدا عشان يعملوا شيء ديفرنت. طيب الحالة في السجن بدأت تسود ثاني مرة. ثلاثة قضاة ومفوض العام للسجون زاروهم، حكوا للقاضي بوحشية الحراس في القسم العام. القسم العام ما قسمه يعني، كان مانديلا كان يتكلم مع القاضي وقالوا الناس اللي في السجن العام بيبقى عاملين معامل قاسي جدا. طبعا قصدي يعني من الموضوع انه هم ممكن يعملون معامل قاسي اسمه، لكن الناس في السجن العام ليه يعملون معامله قاسيه؟ فقائد السجن قال لهم مانديلا اوعك تتكلم في كلام في حاجه انت ما شفتها، لانه ده حيدخلك في مشكله وكذا وهنا. فقالوا شفتك تكلمني كده، شفت في وجودك تكلمني كده، فاذا انت ما في حيتكلم اسوء من كده. فتكلم عن المظالم والقضاء ما قالوا اي شيء. بعدين
تحسنت معاهم القائد اليوم بعد ذلك. بعد 3 شهور من الزيارة نقي القائد السجن. وحسن ينقلوا لأنه من روبن آيلند لما نقول لهم ينقلوا وين؟ يعني كانوا بكافؤوا واحد ينقلوا من روبن آيلند إلى مكان ثاني. بعدين القائد نفسه كان سيء جدا مع مانديلا لما جاء ماشي يودع مانديلا شافه. قال I just want to wish you people good luck. فمانديلا علق على الكلام ده قال في ناس بالرغم من انهم قاسيين جدا لكن فيهم ذره من الخير. يعني الناس مهما كان الانسان سيء لكن فيه ذره من الخير. يونيفرسيتي كانوا يسموا روبن ايلاند يونيفرسيتي ليه؟ لانهم عملوا جامعه هم حقيقه وكل واحد كان مسك ماده يدرسها. والتر مسك الاي ان سي وكاثي الهندي تاريخ المقاومه الهنديه ومارك درس الماركسيه ومانديلا كان اقتصاد سياسي. نحن ليه يا جماعه في النادي هنا ما نفكر نعمل جامعه؟ ولا دكتور عبد الرحيم يدرس عن الاقتصاد. دكتور فلان يدرس عن كذا، ليه ما نعمل جامعه؟ دي ما روبن ايلاند هنا. روبن ايلاند. ليه نعمل سمثينغ ديفرنت؟ سيريسلي عبد الرحيم. نفكر في الكلام ده نعمل جامعة في النادي المنتدى ده مع ونس والضحك زي ما سألت. فكر في الموضوع ده مرتضى فكر لنا بالجامعة. المساجين في الأقصاء عايزين ينضموا للجامعة، حتى الجماعة في السجن العام عايزين ينضموا للدراسة بالمراسلة، قالوا عايزين ندرس بالمراسلة. وفعلا كانوا يدرسوا بالمراسلة يرسلوا لهم مذكرات صغيرة في صندوق الاكل في عارف في التواليت يعني درسوا جامعه والمكان الثاني وكمل ثاني استفادوا من المكتب. وكان بيهربوا الكتب والاختبارات حتى التيست صور بيهربوا بيكتبوا تيست عشان ينجحوا بيهربوا التيست كيف بيهربوا التيست مش عارف يعني من المكان الاخر. مانديلا قال ما كان محاضر بارت تايم بس كان كمان محامي بارت تايم كيف؟ يو دونت بليف ات يعني كان محامي لمساجد في السجن العام. يعني ناس في السن العام كان عندهم كانوا مسجونين وعندهم استئناف يعني فهو كان بيستأنف لهم بيستأنف ما كانوا يعرفون يعني كيف تصل القضية يعني غير القضية ممكن استشارة تاخذ 5 دقائق تاخذ سنين عشان يصل الاستشارة ويرجع يسأل ثاني كذا. طيب الشغل بيها بطيء جدا كان ممكن تاخذ نصف ساعة ممكن تاخذ سنة. الرسائل بين المساجين كانت تصل عن طريق التهريب. كسب بعض القضايا بعد كل يعني بالشغل بتاعه البطيء ده كسب قضايا لكن ما كان يعرف اصحاب القضايا. كان يتعرف عليهم بعد ما يكسب القضية وكذا يجي يشكروه كذا يمكن بعد سنة بعد سنتين يكون عنده كذا قضية وبعد في السجن لسه. في مرة واحد من المساجين ما كان بيعرفه لقاه في مكان ما شكروا انه ساعدتني يعني. فكروا في انه يعني هو يحكي انه مما دخل السجن كان يفكر بالهروب من حق مشروع طبعا اي زول يدخل السجن من حقه يهرب بذلك الطريق. ففي 2 واحد اسمه ماك واحد اسمه ايدي كانوا شاطرين جدا في اختلاق اسباب الخروج من السجن يعني اي شيء. ماك عنده مشكله في الاسنان مشى طبيب الاسنان في كيب تاون وكان مربط كده. الطبيب قال ما بيعالجه بالطريقه دي لازم تفكوا القيود وكده وعالجوه ورجعوه وكده. لما رجع بحكي لجماعته انه العياده بتاعت الاسنان دي فيها شباك ممكن نمشي عياده الاسنان ونهرب منه. فقال اوكي طالما الموضوع كده كيف الوضع وصف له الشباك كده. مشوا العيادة عملوا مواعيد مانديلا وماك ومعهم واحد تاني اسمه ايدي طبعا. مشوا العيادة وراهم الشباك وشاف الشباك لقى الشارع فاضي. العيادة دي في وسط كيب تاون مدينة كبيرة لكن شاف الشارع فاضي ما في أي حاجة. قال لهم اكتشفوا خطتنا وعايزين يقبضونا ولذلك الخطة فشلت. يعني هم اكتشفوا خطتهم ولا في فرق عارف اي شيء لكنه طبعا قالوا الموضوع ده مطشق لانه اصلا ما ممكن الشارع ده يكون فاضي مع انه كان فاضي بالصدفه يعني اللحظه دي. فالمهم اقتنعوا بالكلام ده
كان واحد كان زعلان صاحبه من ثالث كان زعلان قال لهم انتم لابسين سايق كذا هنا. الاخير الطيب كان مندهش جدا انه مانديلا ما كان عنده مشكله باسنانه جابوا شنو كان لحد الان لحد اليوم الطبيب بفكر في ليه مانديلا اليوم ما عنده مشكله باسنانه. لونج ووك تو فريدم ده الكتاب اللي ترجمته بحكي لكم منه يعني. لونج ووك تو فريدم قصه لونج ووك تو فريدم لما عمره كان 57 سنه اصحابه قالوا له مانديلا اكتب كتاب عشان يلهم الشباب في المستقبل ويقول لهم تجربتنا. فبدا يكتب. مرحبا استاذ. اوكي اقترحوا عليه يكتب كتاب عشان يحكي فيه تجربتهم في السجن والنضال وكذا. بدا يكتب في الكتاب. كان يكتب يوميا من الساعه 10 بالليل لحد الصباح. بكره الصباح يمشي الشغل وهكذا. اي جزء كان بيخلصه بيرسل لكاثي وولتر عشان يراجعوه. بعد ما يراجعوه بيدوه لواحد خطاط جدا. كان 10 صفحات بيختزلها في ورقه صغيره جدا. الخطه كانت ان في واحد اسمه ماك اعتقد انه حيطلع بعد فتره قريبا دي ما معه بعد سنتين ثلاثه المهم انه حيطلع عشان ياخذ معه الورقه يطلع الكتاب يعني. فانتهوا من الكلام ده كله ده اختزل في صفحات قليله جدا خزنوها في علب ودفنوا العلب في مكان يعرفوهم يعني. في يوم من الايام الصباح سمعوا صوت حفر اليات تحفر كانت في نفس مكان العلب. الصباح لما طلعوا عايزين يطلعوا الحراس صرفوا العمال على اساس انه ما يلتقوا معاهم. اللحظه طلعوا العمال عشان هم يطلعوا من الـ من الـ من السير من غرفهم حفروا طلعوا العلبتين الثالثه ما لقوها. لما رجعوا لقوا انه الثالثه اكتشفوها بالحفر. الحفر طلع العلبه وقبضوها من هذول الصباح. هذول حفروا معاهم حبس انفرادي منعوهم من الدراسه. طيب الصباح هي نرجع شوي لما قبضوا العلبتين لما شافوها حفروا لقوها قالوا انها عديمه. فواحد اليوم ده كان عنده اجازه راحه ادوها على اساس انها عديمه خباها ما عدمها. ولغايه ما طلع من السجن طلع بيها ومشى لندن 6 شهور كتب الكتاب لانه حافظ الحفظ طبعا يعني كتبه مانديلا صح لكن الرجل اختزل الكتابه كان حافظ الكتاب فكتب الكتاب. مانديلا بعد ما طلع من السجن اكمل الكتاب وهي الكتاب اللي احنا عندنا الان. يستحق القراءه صراحه يعني التعب اللي اتبذل فيه الكتابه. فانا انصح الاخوان بيقروا وقت فيها. طيب وزير السجون زار في السجن طلب من مانديلا اعترف بحاجه اسمها ترانسيسكو ده في هوم لاند بيعملوها فقط للسود. حكومه جنوب افريقيا بتعمل مناطق سماها هوم لاند للسود. فمدير السجن او قائد السجن اجى لمانديلا وقال له لو اعترفت بالهوم لاند حنطلعك من السجن وتمشي تعيش هناك. قال له لا انا من جوهانسبيرغ انا من الخرطوم وما حارجع الا جوهانسبيرغ. موقف طبعا. بعد شهر نفس الشيء جو الان الموضوع بتاع الحوار بدا يعني. يعني تلاحظ بدا يتكلم مع مانديلا. بعد شهر نفس الشيء رجعوا له بنفس العرض انك اذا اعترفت بالهوم لاند حنطلعك وحتكون فري وكذا. تغيرت الاوضاع دامت انتفاضه في السويتي. الانتفاضه سببها 15,000 طالب طلعوا في سويتي محتجين على تدريسهم باللغه الافريقانيه قالوا احنا ندرسهم بلغه غير لغتنا. مات طالب واحد من 15,000 مات طالب واحد لانه فتح فيهم النار. الموضوع انتشر ماتوا مئات من الناس في جنوب افريقيا. الصراع اشتعل الانتفاضه ولعت. الاف من الشباب غادروا جنوب افريقيا انضموا الى معسكرات التدريب بالام كي عشان يجوا يقاتلوا. والزنازين في روبن ايلاند ملت شباب. والشباب كانوا مختلفين عنهم جدا كما يقول مانديلا يعني. كانوا راضين وكانوا شجعان. يعني كانوا لا يقبلوا قائد السجن. الناس
الشباب اللي دخلوا من السجن ما كانوا يقبلوا انهم يكون في غالب السجن عايزين بحريتهم يصرفوا زي ما عايزين. حتى سلطات السجن احتاجوا فيهم مختلفين عن مانديلا وجماعة. وكان نظرتهم للعواجيز زي انهم رخوين ولهم عملوا عملوا طلع الطاقيه طلع الطاقيه امشي امشي بقعد عنده والله فيهم. علق مانديلا after so many years of being called radical كانوا يصفون باننا radical الان يصفون باننا رخوين. في يوم من الايام طبعا علاقته بقت كويسه مع مانديلا اللي يمشي مع قائد السجن وصاحبه وكذا. في يوم كان ماشي مع ضابط مع قائد السجن نفسه ليلا فوري عمره 18 سنه من الناس المسجونين حديثا لكنه كان لابس طاقيه لابس الكاب ويتكلم مع الضابط. فسمع الضابط بيتكلم معاه قال له انت ليه لابس الكاب؟ الكاب ممنوع ممنوع في السجن تلبس الكاب امام الضابط. والقائد لما مر مع مانديلا ما وقف وقال له ليه ما وقفت وكذا تمام. والضابط قال له ليه ما شلت الكاب؟ قال له وطفو يعني ليه اشيل الكاب؟ يعني لابس طاقيه انت لابس طاقيه انا لابس طاقيه هذا ولد الشاب. مانديلا علق قال اي كنت هاردلي بليف وات احد جست هير يعني مانديلا يعني ما صدق انه في واحد من السود من الشباب يقول كلام زي ذا. كان بالنسبه له يعني شيء جميل يعني حسب تعليقه يعني. الضابط قال له الكلام ده ضد قوانين السجن. الولد قال له انت ليه اصلا عامل القوانين دي؟ يعني اصلا هي ليه انت عاملها اصلا؟ والهدف منها شنو يعني؟ الضابط ما صدق وزعل وعصب كما يقولون. قال مانديلا اتكلم معاه ومانديلا قال اي تشوز نوت تو انترفير. ما اتدخل وبعدين عمل له كذا المهم يعني عمل له كذا. قال له تمام موقفك تمام. المعامله تغيرت سنه 77 العمل اليدوي توقف سمحوا لهم بكتابة الرسائل سمحوا لهم بالكلام مع بعض. مانديلا يقوم بأعمال قانونية على جهرا يعني باعترافهم مسموح له يعني. مانديلا عمل حديقة داخل السجن بقى يزرع خضروات بقى يلعب تنس وجابوا له كتب بتاعة زراعة عشان يتعلم منها زراعة الخضروات. ظهرت مني اعتقل السنة 76. السبب انها حاول تساعد الطلاب اثناء الانتفاضة انتفاضة السويتي. اجازوها 5 شهور وبعدين ابعدوها من يعني جوها فجأة الشرطة واخذوا عفشها وطلعوها 250 ميل من جوهانسبرغ لبيت ما عندها علاقة بيها يعني مش بيتها مكان. لكنها في المكان اللي مشت له كونت مجموعة سبورترز واستقطبت معونات من منظمات دولية للمنطقة الفقراء وعملت عيادة وملاعب لترفيه الأطفال. يعني عملت في المدينة اللي هي منفية فيها ده عمل نبيل. بتمانديلا زوجها ملك أمير ملك سوازيلاند. زارت أبوها لأنه بقى عندها دبلوماتيك بريفليج مع زوجها. زاروا مانديلا في السجن ولما زاروا في السجن لأول مرة يكون فيزيكال كونتاكت يعني أول مرة زيارة الناس يتقابلوا مع بعض يعني كان دائما خلف الزجاج بس لأنها هي ملكة لأنها أميرة وكذا احترموها خلوها تقابل أبوها غصبا عنها من الدبلوماتيك بريفليج. الزيارة هي كان عشان ما يختار اسم لولده أو بنته سماها اختار لها الاسم زازيو مش عارف باسم معناه الأمل. هنا أتكلم عن الأمل. قال عندما كنت في السجن لم أفقد الأمل ولن أفقده أبدا. أعتقد جازما أن هذه الطفلة ستكون جزء من الأجيال الجديدة في أفريقيا وستكون سياسة فصل العنصري من الذكريات البالغة. هذا كان حلمي فعلا حلمي تحقق حلمي. سمحوا له بالاحتفاظ بصور العائلة بعد لأنه يعني خلاص بيقعد مع مرتهم طيب وكذا. وهي رسلت له ألبوم تاع الصور ويني وبنات وكذا يعني. لكن الحراس كانوا بساطوا صور ويني بالذات يجيبوا يشيلوا الصور ويني عشان ما يشوف وين المساجين من الدرجه اف وجي الدرجه اف وجي بالمناسبه بعد دي مانديلا كان في دي يعني في ناس كانوا اسوء حالتهم اسوء في اف وجي اسوء من المعامله اللي كان بيتعاملها مانديلا. كانوا بيستلفوا الالبوم بيمشوا يذاكروا فيه يعني
لأن ما كان مسموح لهم باستقبال زوار ولا رسائل ولا صور ولا شيء. والمساجين كان قلت له استقبل صورة واحدة بس. مانديلا عرفت صورة واحدة بس. يديهم صورة واحدة. يوم من واحد من المساجين من السنة العام قال له مانديلا والله يا فوتوغراف قال أنا عايز صورة. قال له خلاص أجيبها لك. 200 قال له نهاية الأسبوع. مشى رجع. قال له لوك. Don't send me a photograph of the old lady. Old lady here. Send one of the young girls. Remember, not the old lady. الآن الحكومة قد فعلت تغييرات. استقال رئيس الوزراء. تكلم عنه بوثا. بوثا ده كان وزير الدفاع لمدة طويلة جدا وكان معروف ومصعب. ده بدأ المفاوضات. تسربت الأخبار في انتصارات الثوار في موزن طبع أنغولا. وسمحوا لهم يقروا الجرائد بكين بيصادروها منهم. بعدين نشر في الجريدة عنوان كبير فري مانديلا جريدة اعتقد تايمز ولا حاجة كده. تسربت وصلت الصين لان كانت مخرمة يعني فيها فري مانديلا يعني كودريد فري مانديلا لكن الكلام الثاني كله مخرم يعني. لكن فهموا انه في حملة اسمها فري مانديلا عملها اوليفر ثامبو مع الانسي وكان بيطالبوا باعتقال باطلاق سراح مانديلا وجميع المعتقلين السياسيين. الحمله نجحت والانسي دي منظمه محبوبه في كل العالم وداخل خارج افريقيا. في 80 بدات بعض الاشياء فالجنود الام كي فجروا مسبات بترول هجموا على البوليس محطات كهرباء هجموا على القاعده العسكريه في بريتوريا. بعدين في مارس 82 ذكر التاريخ يعني بعد 18 سنة من ما قضاها في روبن هايلاند. مانديلا قضى في روبن هايلاند only 18 years. جابوا قائد السجن وزاروا في السجن. وأمروا بأنه ياخذ أغراضه فينقل لمكان جديد. قال له وين؟ قال له ما أعرف إنك أنت حتمشي مكان جديد. وولتر ولو اثنين آخرين بلغوا نفس الشيء يعني اختاروا شوية شوية. كلموا مانديلا بعدين ثلاثة منهم. ودوهم على السجن اسمه بولسمور بريزن وهناك بدأت الكوديسة. الحلقة الجاية نلتقي إن شاء الله. شكرا لك أستاذ جودة سيد الجودة. المحاضرة أخذت ساعة حسب السوفيستيكيتد بروجرام بتاعك هنا توليك الوقت اللي قضيته أنت في البرزنتيشن. تعليق أو تعقيب بسيط أنا أعتقد أنه ده صوت شيق جدا جدا الأخجود لموضوع جائز أن يكون يعني سيد الجودة سيد الجودة سيد الجودة السيد الجودة سيد الجودة السيد سيد الجودة تول السيد أعتقد أنه يعني بصراحة نجاح كبير جدا جدا في أنك أنت يعني تستقطب هذا العدد من المستمعين وتستحوذ على أسماعهم وأنظارهم في هذه المحاضرة الجيدة جدا ولك الشكر الجزيل. أنا في أثناء أستمع للمحاضرة عندي بس حاجة بسيطة جدا اللي هو أنه يعني throughout المحاضرة دي كان في شيء مهم جدا جدا من جانب نيلسون مانديلا ألا هو الأمل. يعني تشعر بأنه all the way في هوب يعني في you can see a light down the tunnel. ولكن لا أغمط الأفريكانس حقهم لأنه أعتقد أنه برضو في مجتمع sophisticated تعامل معه رغم الهمجية بتاع الأفكار والتعاطم والأباثايد وكل حاجة لكن كان مجتمع عنده شيء من التحضر و هذا التحضر يعني اقتضى تحكيم قانون صح ولا غلط. المهم كان في قوانين وثرو هذه القوانين والثقرات وكذا انت ممكن ان تتعايش ولكن لما يكون ما في قانون توتري او ليس هناك احترام للقانون انت يعني انت حتكون في غابه لا تعرف مثل التمشي. لكن سيمز انه التكست تو تانجو يعني نيلسون مانديلا والمجتمع اللي كان بيتعامل معه فوظف ذن هم وصلوا إلى القدسة التي سأتكلم عنها سيد جودل في المحاضرة القادمة.
أترك المجال للمتداخلين. حقيقة أحيي مقدم البرنامج وهذا نفس مقدم المحاضرة الجميلة. عام 2001 أو سلاكي تؤتين محاضرة بتاع مانديلا نفسه وأشوفه. I was very happy that day. They came في شارع في الجامعة الأمريكية. فكان محاضرة محظورة بطريقة غير عادية. Yeah, حتى we fought our own way just to see him. It wasn't easy. Walk to Freedom, A Long Walk to Freedom is one of the most interesting books I have ever read. وأنا بشجع الآخرين يقولوا ولو إنه كبير تشوفه كبير لكن as soon as you start it you will never stop. تقرب النهاية. بخصوص المحاضرة طبعا أنا هاتف كثير لأنه هو ما طلب أي موضوع. مانديلا زي ما يتفضل المحاضر إنه كان عنده هو لكن كان في شيء ثاني يكون get through into mentality mindset بتاع الأفريكانس. مانديلا اكتشف في عمر مبكر جدا إنه الأفريكانس الكره وسياسة الفصل العنصري ده وراه هاجس كبير اسمه الخوف. عرف إنه الخوف من الآخر يولد الكراهية. لا أنت خايف منه simply because we don't know him. فمانديلا عرف هذا من مبكر وده دافع استقام لأنه كان في اليسار في تجربة فرقة التواقف معه وفي بعض المستنيرين يعني ما كان كله مجتمع تجربة فرقة التبيوت كان كله ضد سوء. فأول مرة أول ما دخل السجن مانديلا كان فلسفة استراتيجي. أول حاجة كلم ناس المعظم القتال أنت ما تتحدى القانون. واحد. نمبر تو لما نتكلم معك سجان look straight into his eyes من داخل جوه قال عشان تأثر فيه أنظر فيه وأنت تقول كلامه من غير خوف. قال إحنا بالبرونة they take us to the quarries الكسارة الحجر ده. قال in state of defying يعني أنت تخالف الكلام what do you do? Walk slowly. ما هيقول لك أنت استغل بسرعة ما هيقدر لكن أنت عبر في اللحظة اللي أنت جبته قاعدين في الكوارث جزء من الاستراتيجية هنا تعمل. فهو حقيقة قدر حتى في داخل السجن قدر يقترب بعض السجانين يعني من حيث يعني صعد معرفة القانون وصعدوا إنه he knows what he want and when. في استراتيجية مهم جدا. And then في سياسة عشان تختار خصمك you have to know him how he thinks what he hits what is like ده كله ساعده مهمة عشان يتعامل. نقطة أخيرة أحمد كثرادة الهندي اللي كان مقدم هذا الهندي ده حيه نفسه في اللحظات بتاع النضال كان في تندنسي من في الداخل انه انسينا او ما يكون افريقيا خالصه. فمانديلا في اللحظات قال لا ما نجيب فضول في بعض اللحظات. فاحمد كثران لما نعرف انه مانديلا قال رجال مانديلا قال مانديلا هات يو سيت انت مش عايزنا. مانديلا واز امبارس هو كان رايد الصريح لحد الاحراج كان مخاف شيء كان صريح و حديث سجون وشكرا. شكرا لي يعني مداخلة حارقة وحارقة شديدة ما أهلا وسهلا لكن إذا ما في أرجو وعندنا المستعد حارقة 10 و 11 مثلت فرجاء ندي فرصة الأخيرة للأستاذ. أنا بسم الله المغربي ما في حد رافع مرتضى حتى كرهوني
ما أخذ وقت يعني كلنا استمتعنا جدا بالمحاضرة دي يعني أغلب من السيد جودة. بس اللي كان ملفت إنه في حاجة كانت فيها عقل كبير جدا من مانديلا إنه عارف إن الناس اللي بيضير هم من البوير والبوير ناس انقطعت وصولهم بأوروبا ما كان في طريقهم شيء مكان يعني البوير دين طبعا في ارتباط معانا في السودان الناس كتشين اللي كان مش هناك والناس هذا الإنجليز اللي اشتغلوا معانا هناك وفي الاستعمار ده كانوا مر على حرب البوير كده يعني ما كان في طريقه انه يرجعوا وصول ما عندهم وصول انقطعت لهم الوصول. واحد منهم ملفت جدا ذكره سيد جودة ما توقف عنده هو ألان باتون ده الزول اللي كتب كرايت بلاف كنتري اللي هو كلنا كان مغرر عليه أجيال من السودانيين مرت يعني فالكان الكتاب ده موحي جدا لأنه كاد يوصف يعني مسيرة مانديلا من غير من مانديلا والحبة بتاعته كانت بتقوم على إنه زول من الأفريكانز البيض كان متعاطف جدا مع القضاء مع الأفارقة في الجزيرة في معازلهم وبعدين كتل واحد أسود يعني لأنه طبعا السود كان ظروفه سيئة جدا في ناس كانوا يعني بيضطروا إنه يسرقوا كده وهو كان بيكتب في الكتاب بدفاع عن السود وبعدين جاء خش البيت بتاع السود وقتل. بس كنت لا أعرف إنك في المحاضرة الجاية إنه الواحد كيف يقدر يقعد سنة مثلا في كونفا في معزل يعني في حبس انفرادي عاوزة إرادة قوية جدا وعاوزة تماسك عقل كبير جدا. واحد من السوريين سجن في دولة عربية لمدة 27 سنة فكان بيحكي إنه كيف يقضي يعني اليوم كيف يقضي 24 ساعة عارف إنه بكرة حتكون اليوم الثاني بعد شوية حتبقى أسبوع حتبقى شهر حتبقى سنة حتبقى 27 سنة فكيف يحافظ على سلامته العقلية؟ يعني قال كل زوج كان بيفكر إنه عنده حيلة معينة يتماسك بها. قال هو كان بيجمع الحاجات السوداء في العدس يقول لهم عدس بيجمع منه يسأل لو بتعرفوا العدس وافتكر بتعرفوا فدائما بيجمعه كده زي نقطة كده سوداء بقي يجمعه كله عشان يعمل بها أشكال ويكتب بها ويعمل بها صور ورسومه بكرة يلمه وتاني العدس يعني كانوا مانديلا ومجموعته كانوا في كل يوم لأنه ما كان في كالندر ما كان في تاريخ ما كان في يوم خطوا حجر كل يوم بخطوا حجر خطوا الحجارة طبعاً رضمت 10,000 days يعني الأيام اللي تحرق 10,000 days يعني 10,000 يوم كل واحد سيجي 10,000 يوم فقام كل يوم واحد بيجيب حجر بيخليه بذل يوم طبعاً بعد ما الموضوع انتهى وكذا روبين آيلاند بيدت منطقة سياحية يعني الآن انت إذا مشيت جنوب أفريقيا يعني تلقى حملات سياحية ومش عارف ايه ماشيين يزوروا روبين آيلاند فالزوار خربوا الموضوع بيقول أي زائد يجي ياخد حجر يعني بعين أسبق الجبل يعني لازالوا فيها يعني خربوا الموضوع دي واحدة الثانية ذكر كلمة الخوف مش عارف واحد ذكر كلمة الخوف نعم الخوف كعب وأي أنا بعتبر إنه أي إنسان يقعد في منصة زي كده زي عصام الآن أي واحد يقعد في يوم آخر لازم يوصل رسالة للمجتمع اللي مسؤولية يعني طالما إنك قعدت في الكرسي في منصة وفي ناس بيستمعوا لكلامك لازم توصل رسالة الرسالة اللي عايز أوصلها الخوف ما تخاف ما تخافوا يا جماعة
الله واحد، الموت واحد، ما تخافوا من إيزي. يعني أنت أنت إنسان عندك ضمير، عندك مسؤولية نحو بلدك، نحو أسرتك، نحو ولدك، نحو دينك، ما تخاف. أبقوا الصمود، ما تبقوا خوف. ذكر أنا أعتقد أنه يا جماعة عشان الوقت يعني تفضل تفضل اتفق على أنه داخل متحدث زي ما عشان لأنه حكاية في الساعة 10:17 يمكن أنا عايز أنا حختصر أنا بس عايز أقول صح حاجة مع الصغيرونة كده اللي هو ابن مانديلا المات سنة 69 ده مات طبعا في حادثة أيوة ولده المات وهو حي بالإيدز ده سنة 90 أو سنة يعني وهو حسي لأنه 69 أو في الألفينات لأنه 69 الإيدز أصلا ما كانوا بتجي 86 طبعا وبعدين مانديلا تعامله مع موضوع ولد موت ولده ده ذاته كان فيه حكمة مانديلا اللي هو الإيدز في جنوب أفريقيا الناس كانوا بيتعامل معه كوصمة والراجل الأمريكي المخرف ده يعني قال له كلام فارغ جدا جدا عن الإيدز وهو رئيس كان ضد كل المصايح بتاعت منظمة الصحة وكده والتعامل معه كمرض لكن مانديلا تعامل مع موت ولده ده ذاته وهو كان كبير خالص يعني لكن يتعامل معه كما هو زيه زي مئات الآلاف الجنوب أفريقيين الماتوا بالإيدز يعني ما القصة صغيرة بس لأنه قبل كم يوم يتذكرناها في في كاثي ده أحمد كاثي هو أحمد كاثي ده أيوه هو بقى وزير العدل أول وزير عدل بعد الحكومة بتاعت بعد حكومة يعني الحكومة الديمقراطية يعني إنه في في لقاء عاملينه معه ناس البي بي سي بمناسبة الذكرى الكم كده ما عارف لطلوعهم يعني وانتهاء الفصل العنصري قاموا سألوا السؤال البايخ اللي بيتسأل أنا ما متخيل ناس البي بي سي يسألوا سؤال زي ده يعني شعورك كان شنو لما اطلقوا سراحك لما جاك اطلاق السراح يعني ما عرفت زول يسالوك زي تحجبت تقول شنو يعني جوابه كان جميل لانه قال والله يا اخي نحن لما يعني جو عشان يقول لنا فكوكم احنا كنا قاعدين في السجن قاموا نادونا قال لنا تعالوا لمكتب القائد او مدير السجن فمشينا لمدير السجن قام قال لنا يا اخي والله جه فاكس باطلاق سراحكم فنحن رد فعلنا الاول كان انه يعني شنو فاكس يعني الناس دين مسؤولين من قبل زمن الحاجات شكرا جزيلا باسمكم جميعا باسمكم جميعا مشكور السيد سيد الجودة على هذه المحاضرة الجيدة ونكفي بالنقاش في هذا الموضوع وأترك المجال للفن والفنانين وأرجو واحد من الذين يقدرون الفن حسام حسام